من خيرات مزارع التمور بمحافظة تربة، تحية أهل وأرض لأبطال الحد الجنوبي، سيرت معها شاحنات تحمل أطنان التمور في حملة أطلقها الأهالي تقديراً ووفاءً لما يقدمونه من تضحيات وبسالة. تفخر محافظة تربة وأهالي محافظة بما يقوم به أبطال الوطن في الدفاع عن مقدساتنا وديننا ووطننا وعن الشعب السعودي أجمع، وخاصة أبطالنا الذين يرابطون في الحد الجنوبي. المبادرة هي إحدى مخرجات مهرجان التمور الذي تشرف عليه المحافظة، التي تشتهر بإنتاج التمور بأكثر من 3000 مزرعة وبأشكال وأحجام وأصناف مختلفة. ندشن هذا اليوم مبادرة أهالي محافظة تربة المتمثلة بدعم جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، وذلك بتسيير قافلة من 3 شاحنات تحتوي على عدد 6550 كرتون تمر من تمور المحافظة. مبادرة وطنية تعزز روح الانتماء الوطني في صورة تبرهن على النسيج الواحد ووحدة المصير، وإنموذجا مشرفا للدعم والمؤازرة الذي يتلقاه الجنود المرابطين من المواطنين. للإخبارية محمد الثقفي، محافظة تربة.